اوكي، مرحبا. كيف حالكم؟ اهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. نحن بهذا الحصه هاي عم نكمل في كتاب قراءه كتاب يعني تعلم حوسبه الكم باستعمال لغه بايثون على اجهزه الاي بي ام كيو اكس. طبعا كمان المره الماضيه تعلمنا كيف ننزل الكسكت حلوه هاي الكسكت. هالمرة رح نتعلم أساسيات أو فهم عفوا رح نفهم أساسيات الكسكت والعناصر تبعونها الأربعة اللي هن ياهن تيرا يعني الأرض، الأير الهواء، إجنس النار، وبعدين أكوا المي. أوكي، هاي العناصر الأربعة تبعون كسكت، تمام؟ هن هيك مسمينه. فبقول لك كسكت كان مبني لكل واحد اللي حابب او اللي هو اللي بده يشتغل بكمبيوترات الكم على كل مستوى وكل مجال. اوكي، فبهذا ال او بهذا الشيء نحن بنعني انه اذا شيء يعني بحاثه يعني كمومي، اوكي، حابب انه يشتغل على او بده يشتغل على كيف النبضات معمولين يعني مجدولين على جدول زمني على جهاز كمومي، هن ممكن يعملوا هذا الشيء بكل سهوله. فنفس الشيء ممكن ينقال على المستخدمين اللي هن بس ببساطه حابين يمدوا او يكبروا تطبيقاتهم حتى يقدروا يستفيدوا من كمبيوتر كام حتى يحسب لهم شي معلومة. فبهذا القسم نحن رح نتعلم عن العناصر الأربعة تبعون كسكت مع الأساسات تبع أو الأساسيات تبعيتهم. فخلينا ناخذ مثلا يعني أساسة الكيمياء أو علماء الكيمياء أو بحاثة الكيمياء اللي هن حابين يحسبوا حالة الطاقة شو اسمه لجزيئين اثنين مولكيولز. اوكي، بس ما بدهم يفوتوا في يعني الخربطة او العجقة تبعيت تعلم البوابات الكمومية والنبضات. هن بس بدهم يدخلوا يعني الارقام تبعيتهم يعني بدك تقول كلاسيكيا على كمبيوتر على خوارزمية كمومية، وبعدين حتى يحصلوا على نتائج بشكل شفاف. اوكي، ف او بشفافية يعني. فال الكسكت كان مبني مع او كان مبني ك حزمة برمجية مفتوحة المصدر كاملة. اوكي، لحتى او فيها كامل المراحل البرمجيه يعني الخاصه بحوسبه الكم يعني المراحل هاي حتى نسهل هدول وكثير من يعني شو اسمه السيناريوهات اللي العلاقه بالمستخدم العادي، مش واحد غير كمبيوتر شغلته عملته كمبيوتر يعني. فكمان الفيزيائيين المختصين بميكانيكا الكم ممكن كمان يعمل اختباراتهم على مستوى العتاد عبر شو اسمه عبر البحث عن او عمل بحث اوكي عن طرق لحتى تجدول النبضات على كيوبيت واحدة او عدة كيوبيتات. ف البحاث الكموميين ممكن يشتغلوا على تطوير الدارات الكمومية، وممكن الدارات الكمومية اللي ممكن تخفف من يعني التشويش او الازعاج، واللي هي ممكن تحسن النتائج تبعون كمبيوتر الدارات الكمومية. طيب، ف يعني البحاثة اللي بيشتغلوا بالخوارزميات اوكي والمطورين البرامج عادة بيشتغلوا على خلق خوارزميات
كومومية، يعني بتشتغل على الحوسبة الكمومية اللي هي ممكن تستعمل عبر العديد من الصناعات والمجالات العمل، هي حتى تحل مسائل انه ممكن تحلها بشكل اسرع، او لحتى تأمن وتوفر شو اسمه يعني نتائج اكثر دقة بأقل كمية من المعلومات، او بكمية معلومات اقل. لا اقول صح مظبوط. ف وبالنهاية عندنا مثلا البحاثة مثل الكيميائيين والعلماء البيانات والناس تشتغل بالاقتصاد، اقتصاديين وكتير ناس تانيين آخرين، ممكن يعني يدمجوا أو يعملوا تكامل لتطبيقاتهم اللي بتمشي على نظام، على الأجهزة الكلاسيكية في نظام كمومي، حتى تحسب المسائل المعقدة بشكل أفضل وأدق. أوكي طيب، فإذا مثل ما إحنا أصلا بنعرف العناصر تبعون الكسكت هن كما يلي: التيرا والآير والأجنس والأكوا بالدور، يعني الأرض والهواء والنار والماء. وكل عنصر بكسكت بيعطينا الأدوات، وبوفر لنا الأدوات اللي نحتاجها لحتى يعني نحتاجها لكل وحدة من ال أو لكل يعني نوع من أنواع المستخدمين اللي حكينا عنهم مسبقا. فإحنا راح نتعلم عن كل عنصر في الأقسام التالية، فنحن راح نبدأ في العنصر الأساسي أوكي اللي هو التيرا في القسم التالي. تمام، هذا قسم تيرا. فتيرا هو معرف في في توثيق أو في كتب استعمال أو كتب دليل كاسكيت أوكي إنه تيرا هي مستعملة ل يعني تأليف برامج كمومية على مستوى الدوائر والنبضات في داخل يعني اساس الكود اوكي او تاسيس الكود او اساسات الكود بدك اياه هلا او ها او وهذا الشيء بيعني انه تيرا او عنصر الارض هون تبع كاسكت هو على الاساس تبع كل العناصر الاخرى، يعني هو اساس كل شيء، وبالتالي اسمه اللي هو الارض، يعني اوكي الأرضية تبع كل شيء، فهي بتحتوي على كل المكونات الأساسية أو الضرورية اللي بنحتاجها، مش بس عشان نخلق دوائر كمومية، بس كمان عشان نولد أو نعمل جدولة زمنية للنبضات اللي بيكونوا مبعوثين حتى يشتغلوا على الكيوبتات. تمام، وعندنا كمان مزايا أخرى محتوى في أو موجودة داخل وحدة أو عنصر تيرا، عنصر الأرض، بيتضمن القدرة على تشغيل الدوائر الكمومية وتحدد أي يعني جهاز حقيقي أو محاكي راح يشغل الدارة الكمومية، وبعدين حتى يسمح للآخرين إنه يعمل إعداد يعني للإحاطات التشغيل أوكي لحتى حتى نشوف كيف شو راح يصير لما يشتغلوا الدارات الكمومية على هاي الأجهزة. تمام، وبعدين هذا الشيء كمان بيسهل العملية حتى للتواصل مع الأنظمة أو الأجهزة الكمومية، ونضمن إنه كل مستخدم بيقدر يشغل تجاربه بشكل سهل وبدون الحاجة انك تستنى كتير كتير كتير، يعني تستنى. فهذا الشيء بيخلي وحدة او عنصر تيرا هو يعني الوحدة المناسبة والمثالية
يعني للمهندسين العتاد الهاردوير هون، كمان مناسبة لناس تشتغل بالخوارزميات الكمومية اوكي والمطورين، اوكي تشتغل في الابحاث المتعلقة في الخوارزميات الكمومية. طيب هلا اير كمان او الهواء، يعني مثل ما هو مثل ما هي ملفوظة، هو عنصر الهواء في كسكت، اوكي فهو بيأمن لنا إطار عمل اللي هو ممكن يستعمل حتى تطور يعني محاكيات يعني جدا قوية بأداء حسن، أوكي أدوات يعني بسموها تصحيح الديباجينج تولز، أوكي وكمان في عندها الإيميوليترز. لما تحكي عن إيميوليشن، يعني مثلا افترض عندي مثلا احد انواع الايميليشن، اوكي بروجرام اكزكيوشن ايميليشن، يعني انك تعمل نوع مش من المحاكاه من التقليد، او مثلا بتخلي شيء يشتغل او زي ما بقول يتجحش على شيء ثاني. عرفت كيف؟ يعني مثلا انا عندي جهاز فيه انتل بس برا وفيه ويندوز، بدي برنامج على لينكس دغري يشتغل مباشره مع ويندوز بدون ما استعمل فيرتشوال ماشينز وهيك شغلات، اوكي فهذا بصير تشغيل مباشر للفايل، هاي بسموها زي بسموه ايميوليشن يعني، اوكي فهدول الادوات بيساعدوا على كيف بدي اقول اخذ نسخ طبق الاصل من العديد من المزايا تبعون النظام الكمومي عبر محاكاة التشويش اللي والازعاج اللي بيأثر مش بس على الكيوبيت، بس كمان كمان شو اسمه يعني البيئة والحسابات، اوكي والعمليات الحسابية. في عندنا بشكل عام اربع شو اسمه يعني اربع محاكيات معمولين بلغة سي متاحين في اير كما يلي. في عندك كيو اي اس ام، كيف معمولين بسي بلس بلس عفوا، بالكيو اي اس ام سيميليتور، في عندك ستيت فاكتور سيميليتور، هو كل كلمه سيميليتور هون معناها محاكي. في عندك تبع ستيت فاكتور سيميليتور اللي هو محاكي متجه الحاله، اوكي هذا تبع الاسمبلي تبع الكوانتوم، اوكي تبع العمليات الكمومية يعني. وفي عندنا يونيتري سيميليتور، يونيتري يعني وحدوي، اوكي يعني من الوحدات، عرفت كيف؟ وحدات القياس، زي ما تقول وحدات قياس، بس هون يونيتري انه محاكي فردي، يمكن زي ما تقول ما بعرف كيف بدي اقول لك اياها، بس يونيتري وحدوي، شيء بيتعلم شيء واحد بوحده مثلا، اوكي؟ بوحده او واحد، مش وحده يعني بنت، لا هون وحده يعني زي ما بتقول وحده قياس. وفي عندنا كمان البلس سيميليتور اللي هو محاكي النبضات، تمام؟ فحنا ناخذ كل واحد من هالمحاكيات لاحقا، اوكي؟ بقول لك مثلا في عندنا محاكي كيو اس ام اللي هو الكوانتوم اسمبلر، اوكي اللي هو بسمح لنا حتى نشغل الدارات تبعونا ب بالحال بالبيئتين اللي هي بيكون فيها نوع من التشويش والبيئة نظيفة اللي ما فيها تشويش، اوكي فالفرق بين اثنين هو كمية التشويش اللي انت حابب يعني تنزله وتدخله في المحاكي، اوكي فعلى المقلب الاول في عندنا او من جهه بدك تقول في عندنا انه هي ممكن تشتغل ك النظام مثالي ما فيه ولا اخطاء، اللي هو انت فيك تستعمله حتى تاكد انه او تاكد على صحه العمليات الحسابيه او النتائج الحسابيه تبعت الدار الكمومية تبعتك. وعلى من جهه اخرى اوكي انت فيك تشغل الداره تبعتك خلال محاكي اللي هو بيدخل فيه يعني نماذج من التشويش، اوكي بحيث انه انت فيك يعني تعمل نسخة طب او
يعني تعمل كيف بدي اقول لك، تجيب يعني تجيب الازعاج وتعمل شيء شبهه مثل طب الاصل، اوكي، وتفهم كيف، وتكرر يعني يمكن كمان تكرار نسخ منه كمان لهذا النوع يعني موجات الازعاج والتشويش اللي بتصير، يعني ازعاج على النظام بحيث انه مثلا ما عادش يصير يحسب مظبوط، هي الاصل، اوكي، حتى تفهم كيف هذا الشيء بيأثر على حساباتك. فالنتائج تبعون هذا الشيء ممكن يستعمل حتى تحصل على على العدد الكامل، اوكي، العد الكامل، كل مرة الدارة بتكون مشغلة وتقاس لأجل التحليل. فهون بقول لك الكاتب انه هو بيقترح انه انك ترجع على الدليل الرسمي، اوكي، لا يعني كيف بدي اقول لك، لا تجيب انه الموضوع هذا تعرف تفصصه كله بالكامل وتفهم التفاصيل الكامله تبعته، اوكي. فمثلا يعني ما يسمى يعني هيك ضرب التشويش مثلا، خط التشويش، وانه التصرف الافتراضي تبع خط التشويش الصغيرة هاي، لا خوارزميات مختلفة، وشو اسمه ما يسمى الباك اندز، يعني يعني خلفيات التشغيل هون، اوكي، هو من يعني من الاغلب انه يتغير بناء على او حسب إصدارة جديدة من الكسكت، أوكي؟ طيب، هلا كمان كمان ال QASM simulator هون، أو محاكي الكمومة على السامبل تبع الكمومة، كمان عنده يعني قدرات ذات عدة وظائف، اوكي، او وظائف متعدده، وعنده طرق حتى، او مش بس طرق، هن يعني فانكشنز اذا بدك تقول، اوكي، دوال حتى تحاكي الدارات الكمومية، مثل الستيت فاكتور والدنسيتي ماتريكس، كل هدول بالاسود اللي عم نحطهم بالاسود غني، اوكي، ستيت ماتريكس، دنسيتي فاكتور، ستابلايزر، وماتريكس برودكت ستيت، اوكي. وانا ستيت فاكتور هو تبع متجه الحالة، المتجه اللي بيقول لك وين الحالة تبعية الكيوبيت. في عندك الدنسيتي ماتريكس، هون ماتريكس يعني مصفوفة، دنسيتي معناها الكثافة. عندك ستابلايزر من ستابيليتي يعني استقرار، فالستابلايزر هو اللي بيعمل الاستقرار. في عندك كمان الماتريكس برودكت ستيت، اوكي، ففي عندك هون ماتريكس العلاقة بعملية ضرب، اوكي، وبتعطيك حالة هذا الضرب، اوكي، والعديد من يعني من عديد واكثر من هيك فيه، تمام. وعبر السماح لك بانه بمرونة انك تعمل اعداد لمحاكي كيو اس ام باستعمال اي واحدة من هدول الطرق، انت فيك تتوقع يعني نتيجة مثالية من الدارات أو الدارات المقاسة، أوكي، يعني الاستا، أوكي، زي جبت المتر وتقيس، أوكي، فمن الدارات المقاسة، ومعها بنفس بالطريق، أوكي، مع أي نماذج، يعني أنت بتكون هيك فيك تتوقع النتائج المثالية من الدارات اللي شغلتها واستا، أوكي، بنفسها بالطريق بتكون مع اي نماذج اللي انت حابب شو اسمه تدخلها في الموضوع، اوكي. كمان محاكي كيو اس ام كمان بوفر لستة من الباك اند اوبشنز، اوكي، يعني خيارات متعلقة في ما يحدث في الخلف، اوكي، في الكواليس، اللي هي ممكن تستعملها حتى تشغل دارتك الكمومية. وهدول الخيارات بيتضمنوا اعداد يعني ما يسمى threshold values، القيم اللي هي يعني مش لازم نتعداها الواحد، اوكي، الا حتى تقص الريزلت عند حد معين، ما عادش تخليها تطلع اكثر من هيك، او مثلا
انه عمل اعداد ل للقيم اللي هي عندها بتشتغل قيم الفواصل اللي هي بسموها floating point، طبيعتها floating point. اوكي، والقيمة العليا او مش قيمة العليا، حدود القيمة العليا لتشغيل الدارات. فهدول المزايا بيخلوا اير كتير مفيدة لهدول الناس اللي حابين يطوروا يعني نظام مثالي او نظام فيه ازعاج، فيه تشويش، بس فيه التشويش بيضله متكرر ومنسوخ. عرفت كيف؟ طيب، وبشكل بشكل مثالي اير هو مستعمل من البحاثة اللي حابين يطوروا شو اسمه يعني تقنيات تصحيح الخطأ او شيء العلاقة بال يعني هاي مديجيشن. بس خلينا نشوف لكم اياها. تمام، تخفيف. يعني التقنيات كمان تخفيف التشويش والازعاج. اوكي، هلا هون عندنا محاكي حالة المتجه، شو اسمه، المتجه الحالي. اوكي، الستيت فيكتور سيميليتور، فهو مثل ما اسمه بقول هو محاكي للمتجه، هذا السهم اللي بيحكي عن الحالة. اوكي، اللي بيؤمن الحالة النهائية للدارة بعد ضربة واحدة، يعني مش ضربة بالخبط بالكف يعني او ضرب بوكس، لا، كيف انت بتشغلها تشغيلة واحدة. اوكي، ف يعني نفس الطريقه بشكل مشابه لمحاكي كيو اس ام، المحاكي ستيت فيكتور. اوكي، كمان بيأمن لك خيارات متعلقه فيما يحدث في الكواليس. اوكي، بحيث انه فيك تعمل اعداد للقيم العليا وتحدد القيم العليا كل مرة انت بتشغل الدارة. طيب، النتائج اللي بتجي من محاكي ستيت فيكتور ممكن يكون يعني الواحد يتصوره ويشوف كيف من خلال رسمة. اوكي، ايش اسمه، انه ممكن تشوف شو عم بيصير من خلال رسمه عبر استعمال الادوات الرسم. اوكي، رسم البياني وهيك تبعون الحالات الكوميه مثل الهيستوغرامز والسيت سكيب. اوكي، مرقنا فيهم هول طبعا. اوكي، كمان السيت سكيب خلينا بس اجيب لكم السيت سكيب انه هون شو بوصلوا فيها. اوكي، ما لها اسم. اوكي، سيتي سكيب، خلينا بس اذا في ايدك فيك تشوف سيتي سكيب يعني هيك. اوكي، سكيب، سكيب المدينه. لا، طيب بيكون هون عندك شو اسمه يعني مظهر منشاف من المدينه. اوكي، فهو زي كيف اللاند سكيب تبع المنظر تبع المدينة كله يعني. كيف؟ وفي عنا هاي الهيستوغرام، بس خلينا نشوف انه شو بالعربي بيقولوا له. اوكي، رسوم بياني على كل، ماشي. طيب، هلا ف مثلا طريقة السيت سكيب او خيار السيت سكيب بيعطينا منظر ثلاثي الابعاد حلو هيك لكلا القيم الحقيقية. يعني في عندك في عندنا قيمة بنسميها density matrix. اوكي، اللي هي مصفوفة الكثافة، ماشي. هلا هذه فيها القيم معظمها ارقام يعني معقدة مركبة complex. اوكي، اللي فيها تبع انه مثلا لما تقول شو في
شو هو الشيء اللي بتضربه بحال بيعطيك ناقص واحد، اوكي؟ مشان هيك هاي ممكن تطلع ارقام، شو تطلع فيها جزء حقيقي وجزء خيالي، يعني مضروب الجزء الخيالي هو بكون رقم ضارب الرقم اي، الرقم الخيالي اللي هو بس اضربه بحاله للرقم اي بيعطيك ناقص واحد، اوكي؟ طيب هلا فانه بيعطيك هالمنظر ثلاث الابعاد تبع هاي القيم، اوكي؟ اللي بتيجي بارقام مركبه. طيب وبعدين هون كمان يعني رسمات للشوف، يعني للتصور، هون في عندك مثلا منهم مثلا الهنتون، وفي عندك بولي فيكتور بلوتس. شو بلوت يعني؟ لرسم البيانات كيف او مخطط، اوكي؟ وفي عندك كورت بلوش اللي شفناها سابقا، يعني حتى تشوف لك شوي كمان. نحن نغطي هدول بفصول لاحقة، اوكي؟ لانه هن بيساعدونا على تصور بعض المزايا اللي البوابات عندهم على الكيوبيتات، ماشي؟هلا بعدين في عندنا هون اليونيتري سيموليتر. هلا اليونيتري سيموليتر هو او محاكي اليونيتري، هو يعني مثل ما هو، يعني شو بدي اقول لك، بيأمن شو اسمه المصفوفة اللي يتم اليونيتري للدارة تبعتك، فهي بتعمل هذا الشيء عبر تطبيق او تشغيل الدارة الكمومية تبعتك على مصفوفة الايدنتيتي اللي كنا عم ناخذها بالحصص الماضية، بناء على الحجم تبع الدارة تبعتك. فهذا الشيء كتير مفيد اذا انت حابب تتأكد انه العمليات اللي انت طبقتهم على الكيوبتات بتلاقوا مع يعني او بيساووا الحسابات اللي انت متوقع تطلع، اوكي؟ فخلينا او بتتوافق مع استنتاجاتك يعني حساباتك. فخلينا نطلع على مثال هون حتى نشوف كيف هذا الشيء بيشتغل. فاحنا هنعمل دارة كمومية مؤلفة من كيوبت وحدة، اللي هي راح تطبق يعني حاول تستعمل إدارة عفوا بوابة هذا مارد، اوكي؟ لحتى نحط الكيوبيت في حالة السوبر بوزيشن، اوكي؟ هلا راح نفتح احنا هون كاسكت بوك نوت بوك جديد ونخلق دارة بكيوبيت واحدة، وبعد هذا الشيء راح نضيف بوابة هذا مارد على الكيوبيت، وبعدين نعمل إعداد لانه الجهاز تبعنا الباك اند تبعنا الديفايس ولا السيموليتر رح نستعمل المحاكي او الجهاز الحقيقي رح نستعمله، بحيث انه هو بيستعمل محاكي اللي بيكون يونيتري، طبيعته يونيتري، تمام؟ ماشي. هلا شو بتصير عندنا هون؟ هاي الكوانتوم سيركت فيها بت وحده، حطيناها دمار، وبعدين هذا السيميليتر يعني طبيعته شو بنحطه؟ يونيتري سيميليتر، اوكي؟ طيب خليني افتح على الاي بي ام كيو اكس. صار لنا فترة ما عاد فتحناه.
بس خلينا نستنى شوي عبين ما يفتح الموقع، نفتح فايل جديد على كل. طيب ننسخ هذا الكود كله. ماشي، وبعد في عنا ال execute بدنا نزيده. تمام، وبعد شو بدنا؟ اير نازلة، كويس. طيب خلينا نشغلها شوف شو بصير. اول شي نعمل ران هون، نشغل ثاني وحدة. هي طلع الداتا، شايف هون الجي او الاي هي للرقم الخيالي. بقول لك هذا هو النتيجة. طبعا هون ما في عندي رام حقيقي، اوكي، بناء على هذا ما تنساش في واحد على راديكال 2 مضروبة بالايدنتيتي، اوكي. وهذا الشيء طبعا هو المتوقع بما انه نحن بنعرف انه يعني انه اليونيتري اوبريتور تبع هذا مارد، اوكي، هو هذا الرام اتش، اوكي. ف يعني المثال مثال بسيط سابق هون بيشرح لنا كيف نحن فينا نتحقق انه او كيف فينا نحسب، مش نتحقق، كيف فينا نحسب اليونيتري ماتريكس المصفوفة اليونيتري صفة الوحدة تبعيت شي ضارب. فانت فيك تتخيل قديش هذا الشيء مفيد لما انت بحاجة تبلش تشتغل على عدة كيوبتات في بالعديد من اللي لها عديد من يعني المشغلات او العمليات الحسابية. طيب فالمحاكي اليونيتري هون وحدوي، اوكي، بس انا دائما بسمع كلمة يونيتري المفروض الا انا بفهمها يعني، بس ايش وحدة، وعم بقول وحدة بس مش ظابطة كتير كتعبير بالعربي يعني. وبعدين المثال هون عندنا كمان بقول لك انه اليونيتري سيميليتر بيساعدك انك توفر يعني معلومات عن الحاله، حاله الكيوبيت، عرفت شو قصدي، بحيث انه انت فيك تتاكد وتضمن انه النتائج هن النتائج اللي انت كنت متوقعها. تمام، هلا في عندنا البلس سيميليتر محاكي النبضه، هو المستعمل حتى تعمل يعني زي جدول زمني للتحكم بمستوى النبضة، وتشغلهم على محاكي النبضات وكمبيوتر كم. والشيء اللي بيقدم لك اياه محاكي او محاكي النبضات هو القدرة على محاكاة ما يسمى هاملتونيا داينامكس، ديناميكيات هاملتون الهاملتونيا الديناميكيات المتعلقة بما اكتشفه شخص اسمه هاملتون، اوكي، استاذ فيزياء اسمه هاملتون، الخاصة بنظام كمومي. وهذا الشيء بنعمل عبر قدرة محاكيات النبضات انها تولد يعني جدول زمنية أو جداول زمنية للنبضات
اللي هن شو اسمه كتير بيشبهوا ل تشغيلات لا دوائر او دارات، بحيث انه هن بيأمنوا جدول زمني لأنت راح يعني شيء عملية معينة بتشتغل على شيء كيوبيت او على الكيوبيتات عبر نبضات من موجات مايكرويف، اوكي، من طبيعتها مايكرويف، من موجة المايكرويف. طيب فالسيميليتور او المحاكي هون، محاكي نبضات هون كمان بسمح لك او بسمح لنا ويعطينا القدرة انه نعمل يعني مكاثرة او اعادة توليد او اعادة انتاج ل للنظام الفيزيائي عبر استعمال يعني شو سمونهم سمونهم اشياء، في اشياء يعني جاي من اساس نظام النبضات، اوكي، او نموذج نظام النبضات، اوكي. وفي هاي الاشياء، هاي الاوبجكت بتكون هي عباره تابعة على يعني نموذج نظام النبضات، اوكي. فهذول الاشياء، هاي الاوبجكتس، اوكي، بتقدم لنا معلومات او بتقدم معلومات للمحاكي، مثلا تمثيلات هاملتون تبعيت النظام، وما يسمى كمان عندك الترددات فريكوانسي، اوكي، الهرتزيات يعني للهزاز المحلي، اوسيليتنج يعني شيء مشبه مثل بندول الساعه، رايح جاي رايح جاي، اوكي، لكل كيوبيت، ماشي، لكل كيوبيت عندك في الداره. وبعدين النتائج هون بيكونوا مرجعين او بيرجعوا لك، اوكي، او تاخذهم يعني بعد تشغيل على المحاكي. لازم يكونوا يعني هاي النتائج اللي بتاخذهم بعد تشغيل على المحاكي لازم كمان يكونوا كتير قراب ومشابهين لهدول اللي رجعوا من جهاز حقيقي. يعني لو شغلت هذه الدارة واستعملت، لأن هذا المحاكي للنبضات اللي موجودة بقلب جهاز حقيقي، عرفت كيف؟ بيعمل شيء شبهه، شو؟ فهون كمان رح نتعلم كيف نشغل الجداول هاي، اوكي، والجدول هاي بالفصل العاشر، اوكي، تشغيل يعني الدارات باستعمال كاسكت اير، اوكي. طيب هلا في عنا اجنس، النار، عنصر النار، هو العنصر اللي هو بيمثل النار طبعا، واللي هو ممكن يبين مناسب لانه هو مستعمل يعني بشكل اساسي لحتى تركز على الاخطاء، اوكي، وبالاخص يعني نماذج التشويش اللي هي يعني بتاثر على الكيوبيتات، اوكي، بتاثر تاثير سلبي هو اصلا. التاثير اللي عنده التشويش على الكيوبيتات ممكن بشكل كبير يقلص القدرات لحتى بشكل فعال تحسب العمليات الحسابية على شي كيوبيت قبل ما التشويش سيجيب معاه أو يستخدم معاه مشاكل مثل ديكوهيرنس، عدم التجانس، والكروستوك ومشاكل أخرى. والكروستوك هو إنه مثلا بتكون هاي في شغلة لما يكون في مثلا طبعا اللي أحكي لك إياه مش العلاقة بالكوانتم سيستم، بس عشان تفهم فكرة الكروستوك، وأنا في كابلين مارقين حد بعض، كيف بكون في واحد، في طبعا ما الاثنيناتهم فيهم كهرباء، فبصير في واحد الكهرباء بتعمل مغناطيس، فالمغناطيس تبعيت واحد منهم تطلع على الثاني، فبصير في خربطة بالإشارة، اوكي، إشارة الكهرباء اللي داخلة، يعني أنت بتستعمل كهرباء الإشارات أو مثلا اتصالات تليفون أو هيك. فعشان هيك بقول لك حطش مثلا كابل النتورك كتير قريب من كابل يعني شيء كبير مثل مكيف أو شغلة زي هيك، تمام، عشان تضل الإشارة نظيفة.
طيب هلا اجنس او عنصر النار هون عنده العديد من الادوات اللي هنا ممكن يساعدوك تخفف الاثار تبعية التشويش والاخطاء، مثلا تامين عمليه تصحيح الخطا، وهي كمان بتسمح لنا انه نقيس الادرات تبعية شو اسمه الاجهزه عبر يعني تقديم، يعني تقديم زي ما بتعمل تقديم عرض، زي ما بتعمل عرض شراء او هيك، فبتعطي تقديم ل يعني كيف بدي لك، في شيء بنش ماركينج يعني بدك تشوف انت وين هالجهاز شو قدراته، هذا البنش ماركينج، وعم بيعمل نوع من البنش ماركينج اللي بيكون شو بشكل عشوائي. تمام، ها شوف لكم بنش ماركينج هون مثلا، بعرف شو بقولوا له. المرجعية اوكي، يعني انه هون عم تحاول تشوف وين، يعني مثلا بتحط انت والله هذه والله قلنا مثلا 5/10 هو النص، اوكي، وهي علامة النجاح، فهمت كيف؟ فقديش انت بالنسبة للخمسة، تمام؟ قديش انت منيح او عاطل نسبة للخمسة هيك. ايه، وكمان بتعطيك شو اسمه استمارات لحتى او اشكال حتى تقيس ما يسمى الحجم الكمومي، الكوانتوم فوليوم، الحجم الكمومي. هلا الكوانتوم فوليوم هي طريقه حتى تقيس الاداء تبع كمبيوتر كم، يعني بحيث بده بالتالي انه ممكن تساعد تحسب يعني حجم الكمومة الضروري لخوارزميتك الكمومية أو التطبيق تبعك الكمومي، إذا أنت حابب تربط اثنين مع بعض. أوكي، ف يعني عنصر إجنس، عنصر النار هون من كل كاسكت، من كل هالكاسكت هو أو هي أداة مثالية للبحاثة المهتمين في تخفيف الأخطاء وشو اسمه واعطاء يعني شكل او شخصيه لنظام كمومي او جهاز كمومي. تمام، هلا في عندنا كمان اخر شيء عنصر المي، عنصر اكوا، هو اخر عنصر من العناصر، يعني من المحتمل او على الاغلب هو كثير اكثر شيء مناسب للبحاثه اللي حابين ببساطه يستفيدوا من نظام كمومي او جهاز كمومي بدون الحاجة انه يفوتوا كتير بالاعماق تبعية التفاصيل تبعية الكبتات والبلسات، يعني قصدي النبضات وتخفيف الاخطاء وكل شيء تاني اللي هو بيفوت في صناعة وخلق خوارزمية كمومية يعني جيدة وممتازة، اوكي، وحسنة الأداء. فبقول لك الأكوا هو يعني وحدة أكوا أو عنصر أكوا، عنصر المي، هو مبني لهدول الناس اللي حابين ببساطة يستعملوا خوارزميات الكمومية عبر دمج عنصر أكوا في تطبيقاتهم الكلاسيكية بأكثر بساطة ممكنة. اوكي، فاكوا طبعا هو اختصار ل algorithms for aqua for algorithms for quantum applications، يعني خوارزميات للتطبيقات الكمومية، هاي اختصار اكوا. اوكي، فكان مبني بس لهذا الهدف، اوكي، انك تعمل خوارزميات للتطبيقات الكمومية، فبتأمن الادوات المختلفة والمكونات والخوارزميات اللي ممكن تستعمل حتى تخلق جهاز شو اسمه تطبيق كمومي عبر او تطبيق بيشتغل على الاجهزه الكموميه عبر شو اسمه يعني دم كيف بدي لك جمع او تركيب مجموعه من المكونات. تمام، فهذا
يعني مع المحاكيات المرتبطة في الموضوع، اوكي، والمتصلة في الموضوع، شو اسمه، وتخفيف الخطأ، وأي مزايا أخرى تبعية كسكت بتكون مدخلة حتى يبسط إنشاء وتعديل إنشاء يعني بسط الإنشاء والتعديل على مستوى المستخدم، أوكي؟ فدول يكونوا نازلين عشان يبسطوا عملية الإنشاء والتعديل على مستوى المستخدم، أوكي؟ فبهاي الحالة مستوى المستخدم هو بيكون بحاثة، أوكي؟ واحد عالم مثلا، اللي هو واحد من العلماء يعني، اللي هو مهتم في استعمال شو متاح إله أكثر من ما إنه يكون عنده أو يكون عليه إنه يألف كل شيء وينشئ كل شيء من الدارة من تحت لفوق، أوكي؟ يعني هو بده دغري يكتب زي اللي بيكتب كود، مش وقت هلا يعمر كمبيوتر، يعني هي هيك القصة، دغري بدك تكتب الكود أنت، ومش مهمك تعمر الجهاز نفسه بشكل، لو نحكي بالدارات الكمومية أنت صرت كأنك عم تعمر الجهاز، عرفت شو؟ هلا من منظور البحاثة أو منظور العالم يعني، هن بشكل مجرد أو يدوبك يكون عليهم إنه يستوردوا وحدات أقوى اللي بيحتاجوها في تطبيقهم المكتوب بلغة بايثون، ويحضروا الداتا اللي بيدخلوها على هذا التطبيق، أوكي، ويحددوا الإحاطات، شو المدخلات، شو كل شيء مثل ما هو موصوف في بالخوارزمية اللي عم يشتغل عليها، ويشغل التطبيق. فالنتائج بعدين بتكون مرجعة، اوكي، بحيث انه التطبيق ممكن يستفيد من النتائج بأي طريقة بيحتاجها حتى يكمل التجربة، التجربة العلمية يعني بشتغل عليها. فكل خوارزمية هي بتكون مرنة وبتتضمن معلومات عامة، بحيث انه اي بحاثة او اي عالم بيعرف كيف يعني يوصل التطبيق تبعه، اوكي. فاكوا او العنصر اكوا من عناصر الكاسكت بيتابع لحتى هاي شيرن، هاي اول مرة بتسمع بتوع يعني، اوكي، اول مرة بحياتي، اوكي. يحط حلو، هاي حط يعرف، اوكي، فيحط انه يعني يحط باقي العناصر المختلفة بحيث انه المستخدمين من حقول اخرى او مجالات عمل اخرى مثل الكيمياء وشو اسمه وما يخص يعني المحاسب المالية والداتا وعلوم الداتا، علوم البيانات، والناس الثانيين الآخرين ممكن يستفيدوا من أو شغلوا المكونات المشتركة والخوارزميات المشتركة اللي هن محددين أو مخصوص ل يعني مجال عملهم، أوكي. هلا بقول لك هون ملاحظة مهمة، بقول لك يعني كتير بشد عليك إنك تفتح عنوان الجيت هاب هاد، تمام، أوكي، تبع الكسكت، حتى تشوف وتتأكد وتتحقق من يعني آخر التعليمات، لأنه هن ممكن يكونوا تغيروا من اللحظة اللي انكتب فيها الكتاب، عشان هيك دير بالك إنه إذا في تغييرات من الكسكت خليك متابع شو عم بصير على موقع الكسكت، أوكي؟ الكتاب حيكون أساس، وأنا بقول لكم الكتاب حيكون أساس، بس أنت بعدين بدك إذا صار فيه تغيير بدك تلحق التغييرات صار على الموقع. اوكي، هاي هون حيكون الكتاب بس مساعد انك تبلش، تمام؟ طيب،
كمان بما انه نحن عنا فهم اساسي لشو كل واحد من عناصر كسكت الاربعه، شو بيعمل كل واحد منهم وشو الهدف تبع كل واحد بالنسبه لمجالات البحثيه المختلفه، انت فيك هلا تكمل شغلك وتركب هدول العناصر في مكانتك المحلية على كمبيوترك، يعني لأنك عم تستعمل محاكي مش جهاز حقيقي، عرفت شو القصد؟ مش جهاز كمومي حقيقي، عم تستعمل كمبيوتر كلاسيكي العادي. اوكي، وبعدين شو اسمه هون، والحصة أو السكشن اللي بعده أو القسم اللي بعده من الكتاب راح يغطي خطوات تركيب الكسكت بالوقت اللي هلا احنا فيه، يعني ممكن تغير الامور. اوكي، فبقولك حط براسك عن الكسكت، واحنا الحصه الماضيه حكينا عن هاي الشغله. اوكي، اذا انت ما بدك تركب الكسكت على جهازك مش مشكله، اصلا هو راكب على اي بي ام كيو اكس، يعني شو بدك فيه؟ شو احنا ركبناه بس هيك ماشيين مع الكتاب. تمام، ماشي. فراح اوقف ال بسموه راح اوقف التسجيل هون، و بشكر متابعتكم شباب، والسلام. اوكي، باي.